الانديه بقى اللي هتلعب في البطولات الافريقيه. في عندنا بيراميدز، كابتن ايهاب جلال اتكلم على بيراميدز وعلى القايمه، وان هم مستعدين عشان يحققوا 9 نقاط في ال3 مباريات ويبقوا خدوا خطوه كبيره جدا. ايهاب جلال ادى تعليمات خاصه لخط الهجوم قبل مباراه الصفاقسي، لان انت عارف المباراه مش هتبقى سهله، المباراه هتبقى على ملعب الدفاع الجوي طبعا. ادى تعليمات خاصه لخط الهجوم رمضان صبحي ولاكاي وعبد الله السعيد، وعارف ان ومتابع الصفاقسي التونسي، وعارف ان هو وهو بيقول ان انا متابعه وعارف ودرسته كويس، وهم بيستعدوا ليه. وهو اعلن القايمه طبعا ب 22 لاعب لمباراه صفاقسي. الناحية الثانية نادي الزمالك طبعا في استقبلهم في نادي الرجاء استقبال حافل واستقبال محترم، ونادي الزمالك اهداهم درع النادي للمقابلة المحترمة اللي اتقابل بيها نادي الزمالك هناك في المغرب، واللي هم شايفين ان هي بتدل على التعاون ومدى الحب بين الاشقاء العرب. كمان سعادة السفير عثمان ياسر عثمان سفير مصر في المغرب قال ان السفارة المصرية بذلت جهد كبير جدا عشان احمد زيزو يلحق ببعثة الزمالك في المغرب، والمسحات اللي اجراها كلها كانت سليمه، الحمد وان لله. هو بيتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في المباراه. وقال كمان ان النموذج اللي ظهر عليه الجمهور المغربي في مباراه الرجاء وحريه كوناكري بيشجع على هو بيشجع على حضور الجماهير، لان حضر جمهور للمباراه الرجاء، فهو بيتوقع ان الاستاد هيبقى كامل العدد في مباراه الزمالك، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في المباراه ان شاء الله امام الوداد المغربي ان باذن الله. شاء هو الله. النادي الاهلي وصل. يمكن يسرى علي نورت، بشكرك يا يسرى، والاستاذ محمد عبد العليم وعمر محمد وطارق النجدي ومحروس راشد، كل الناس والله اللي بتتابعنا دي، انا بشكركم شكرا جزيلا. اتفضل يا استاذ فاروق. كمان الفريق النادي المصري طبعا على الناحيه الثانيه خد مران الرئيس على ملعب الشهداء بكنشاسا. طبعا انت عارف حضرتك المباراه الملعب اتنقل من الكونغو برازافيل للكونغو ديمقراطيه، طبعا هيقابل فريق اوتوهو في استاد الشهداء الساعه 6 يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، واتمرنوا المران الرئيسي على الملعب هناك، والاجواء هناك مستقره، الوضع مريح شويه. هم شايفين ان لما يلعب على ملعب خارج ملعب الفريق اللي هو اوتوهو وفي دوله تانية، الموضوع ده بالنسبه لهم يعني بيدي زي ما بنقول ما فيش حد افضل أريحية من إن شاء حد، وما الله. فيش ميزه، ما فيش حد مميز، لان ده بالنسبه لهم المصري، ودي فرصه. انا اعتقد لو النادي المصري كسب اوتو هو اعتقد ان هو هيكسبه، هيبقى بنسبه كبيره جدا هيتخطى دور المجموعات، لانه هيوصل ل7 نقاط، وده حاجه محترمه جدا. كمان النادي المصري لبى دعوه السفير المصري في الكونغو اللي وجهها سعادة السفير حمدي شعبان، طبعا حفل عشاء على شرف البعثة، وحضر البعثة حضرت البعثة بالكامل، وكان في استقبال حافل واستقبال محترم. ودايما انا ببقى سعيد جدا يا استاذ احمد من سفرائنا في كل الدول بيستقبلوا البعثات المصرية، سواء بقى الاهلي او الزمالك او بيراميدز او المصري، على اعلى مستوى، وحاجة محترمة جدا، وحاجة بجد يعني بتشرف اي مصري. حتى في صور ليها الشكل كان محترم، الناس كانت فرحانة وأجواء محترمة جدا، نتمنى انها ان شاء الله تكمل والمصري يفوز بإذن إن شاء الله. الله إن شاء الله. كمان النادي المصري قدس صرف مجلس اداره النادي المصري كتحفيز مقدم عقود الصفقات الجديده اللي ضمها في يناير، واللي هي اللي هم هيثم العيوني اللاعب التونسي، والفلسطيني ياسر حامد، واللاعب الفلسطيني الاخر عموري. وبكده النادي المصري بيقول للعيبه لا احنا موجودين وبنسد وبندي المقدمات، عشان اللعيبه دي بالفعل قدمت المباراه اللي فاتت بمستوى كويس جدا، وهو ده حافز ليهم ودافع ليهم ليقدموا المباراه قوية إن شاء الله قدام أوتوهو. كمان النادي المصري طلع بيان برضه هناك وهم في الكونغو، قال ان النادي المصري متمسك بمعين الشعباني بعد التصريحات اللي طلعت ان هو في الرجاء او في الزمالك او في اي حد بيتكلم معاه، واتكلموا مع المدير الفني بيقول ان انا متمسك بالنادي المصري وان شاء الله انا مكمل، ومفيش اي تفكير في اي نادي تاني، انا مستمر ومركز في الكونفدراليه إن شاء الله الافريقيه. نتمنى النادي المصري التوفيق.